سلام ردية مثل العسل فوق موس تنصل مع زيب والحلة ومن حلها حمدان ما ثبت الفنجال كثر الهجوس لكن بعض المعاني خلاها خلاها يا مرحبا يا هلا تعطيك مني دروس دروس في حلها ودروس باقلها أشوف برق الحياة وارسلت يمه عسوس قالوا لي إن الديار تمطر وباقلها الله أشوف برق الحياة وارسلت يمه قالوا لي إن المزون تهل وتبلى من تبقى دير تسير في النهار العبوس بعض الديار يا العضيلة من تواصل لها شفتك تهوجس وحسب انك بدين المجوس بعض الفرايض تعلمها وقم صلها ماني في حكمتك لا تدفعك بعض الهجوس قاري سجلاتك وقادر على فالها ذم من كلامك لا تطلع فوق رؤوس الطعوس يا راعي الخلفة اللي قمت تبهلها بعض المراجل تراها ما تجيب الفلوس الله يا كم رجال ما برد غلها لا تمشي الخط يا حمدان وانت تهوس بعض المساري ما هي رحلات وتفلها أنا أدري إن الذهب
من دون الحياة اللي دقها جلها تبت خطب البنية والبنية عنوس تب الحقيقة ترى ما انته لكن تبغى الحقيقة ما انته بخلة خل الذهب عندكم يا صاحبي واللبوس بعض المعاني دخيلك يا ولد زلها ما عندنا غير شيء الاختطاف النفوس شغل البلاجيك ولا حرب انسلها الرجل قهويته البن قال ليش محموس ما يعرف الداله ولا يعرف الزاله لن كانت تحلف على هب اليمين الغموس يدينك الليت وما عندنا شالله